اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه سي سات، ونستكمل كلامنا في برنامجكم شخصيات هزت التاريخ. نستكمل كلامنا عن فرانكلين روزفلت. توقفنا المره اللي فاتت عند ان بدا فرانكلين يتعافى من مرض شلل الاطفال، وبدا يقدر يحرك ساقيه، والشلل لم يمتد الى باقي جسمه زي ما الاطباء كانوا متوقعين. وفي سنة 1929 ترشح فرانكلين روزفلت وهو على كرسي متحرك محافظا لنيويورك، وفاز وهو عمره 47 سنة. فاز وهو على كرسي متحرك، مؤكدا أن الشلل مجرد مرض يصيب الساق وليس الإرادة. وكان بيقول في الانتخابات: الشيء الوحيد الذي يجب أن نخافه هو الخوف ذاته. وتيجي سنة 1932 ويأتي موعد الانتخابات الرئاسية للولايات المتحدة الأمريكية، ويقوم الحزب الديمقراطي بترشيح فرانكلين روزفلت لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية. وبالفعل ينجح فرانكلين روزفلت أن يصل إلى كرسي رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية وهو على كرسي متحرك. الوقت اللي تولى فيه فرانكلين روزفلت رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية كان وقت صعب جدا. كان هناك الكساد الاقتصادي الكبير، الأزمة الاقتصادية الأمريكية العالمية اللي كانت مسمعة في العالم كله. إن بعد الحرب العالمية الأولى بدأت الناس في أمريكا تقبل وبشدة على شراء الأجهزة الكمالية والسيارات بصورة مبالغ فيها جدا جدا، وبالتالي المصانع بدأت تنتج السلع دي والسيارات أضعاف أضعاف. المشكلة إن الناس فكرت: ليه أشتغل وأتعب إذا كان من الممكن إن أنا أستثمر فلوسي في البورصة بإني أشتري أسهم وأقعد في البيت مرتاح من غير تعب؟ وطبعا عشان يشتروا الأسهم محتاجين فلوس، والبنوك تسهلت للأسف في إعطاء قروض وفلوس، وبالقروض دي الناس بدأت تتجه إنها تشتري في البورصة أسهم. فقيمة السهم في البورصة ارتفعت بدرجة كبيرة جدا، أضعاف أضعاف قيمتها الحقيقية. يعني إيه أضعاف أضعاف قيمتها الحقيقية؟ يعني مثلا حضرتك بتمتلك سهم في العقارات بقيمة $1,000، في حين ان العقار نفسه قيمته اقل من $1,000، فبقى معاك سند وهمي. وده حصل بالفعل في الولايات المتحدة الامريكية وقتها بسبب الطمع والجشع في الحصول على ربح خيالي من السهم، رغم ان اصل السهم نفسه في الواقع اللي هو العقار قيمته اقل من قيمة السهم على الورق. يعني من الاخر كده بتبقى ماسك في ايدك سهم وهمي، فيحصل ان الناس تقبل وبشدة على شراء الاسهم باسعار خيالية على اساس ان لما هيبيعوها هيكسبوا اكتر. لكن تحصل الصدمة ان الفقاعة تنفجر، وده يقودنا من نظرية الفقاعة الى نظرية الاحمق الاكبر، ان تستمر الفقاعة في التداول والبيع طالما في هناك حمقى عندهم استعداد يشتروا الاسهم الوهمية باسعارها الخيالية، لغاية ما تتوقف الفقاعة عند آخر أحمق اللي هو في النظرية اسمه الأحمق الأكبر أو الأحمق الأخير، ده اللي هو ما بيلاقيش حد يشتري منه السهم ده بالسعر المغالى فيه. وده بالفعل بالظبط اللي حصل في أمريكا وقتها سنة 1929 ل 1933، فترة الكساد الكبير بسبب المضاربة المغالى فيها في قيمة أسهم العقارات. فالناس أصابها الرعب والفزع لما سمعوا إن أسعار الأسهم هتقع، فاندفع أصحاب الأسهم يعرضوها للبيع في 23 و24 أكتوبر 1929 قبل ما أسعارها تنزل. حاولت المصارف تنقذ الموقف بإنها تشتري الأسهم، لكنها فشلت. ليه؟ المصارف ما فيهاش سيولة. بسبب ايه؟ بسبب القروض اللي منحتها للناس عشان يشتروا الاجهزة الكمالية والسيارات. يعني تخيل حضرتك رايح البنك تفك الشهادة، البنك يقول لك ما عندناش فلوس. كارثة.
فعلشان المصارف والبنوك تلاقي سيولة لجأت انها، وده كان قرار متأخر، اوقفت منح القروض والمنح. فاصحاب الودائع والمستندات اللي محوشين فلوس في البنوك اترعبوا لما سمعوا الكلام ده، فاندفعوا بشدة للبنوك والمصارف يسحبوا فلوسهم كلها، لان عدم ثقتهم في المصارف، فقدوا الثقة في المصارف، وبالتالي اتعطلت المشاريع الاقتصادية بسبب ان اصحاب المشاريع ما بقاش قادرين ياخدوا قروض، فطبعا انهار النشاط الاقتصادي. واللي زود الكارثة اكتر في السنة دي سنة 1929 وبالتحديد في الصيف، جفاف تعرض له الوسط الغربي للولايات المتحدة الأمريكية، فده أثر بنتيجة سيئة جدا على المنتجات الزراعية، وبالتالي عجز المزارعين عن أنهم يدفعوا فوائد دين القروض اللي كانوا واخدينه من المصارف والبنوك، لأن الزراعة وقع. كل ده خلى البنوك والمصارف تعلن رسمي إفلاسها. في الولايات المتحدة الأمريكية البنوك أعلنت إفلاسها، مفيش سيولة نقدية، وبالتالي البضائع والسلع الكمالية اللي المصانع أنتجتها بكميات مهولة بعد الحرب العالمية الأولى فضلت زي ما هي قاعدة في المخازن، السوق مش لاقي حد يشتريها، وده اللي بيسموه علماء الاقتصاد فائض في الانتاج. كل ده وروزفلت لسه بيحط رجله على الكرسي، بكرسي متحرك. احنا بنشرح الاجواء اللي تولى هذا الرئيس فيها الولايات المتحدة الامريكية، عشان كده دايما يقولوا ابراهام لينكولن اللي هو الرئيس السادس عشر وفرانكلين روزفلت اضربوا 16 في 2 اللي هو الرئيس ال 32. السلع بقت موجودة لكن مفيش فلوس، وبالذات السيارات اللي كانت متصنعة بكميات رهيبة وفيه احتكار لصناعتها، أسعارها بقت عالية جدا جدا لكن مفيش اللي يشتريها، فبقى فيه زيادة في عرض السلع لكن مفيش طلب على السلع، فالأسعار نزلت جدا، يعني جاب نتيجة عكسية، ومع ذلك برضو محدش بقى معاه فلوس يشتري العربيات، فالكساد زاد. المصانع اللي هي بقى كانت بدأت تصنع سيارات مش هتصنع تاني، ما هو اللي صنعته ما تباعش، الانتاج القديم لسه ما تباعش في السوق، السوق ما بقاش بيطلب منها. يعني على سبيل المثال انتاج الفحم تناقص من 1332 مليون طن الى 960 طن، وانتاج السيارات ده في الولايات المتحدة الامريكية بس، انتاج السيارات انخفض من 3 مليون و600 الف الى مليون سيارة و900 الف. وبتخيلين دي كارثة. البرازيل امرت بحرق الفائض من البن عشان تحاول تحافظ على سعر البن، بقى عندها بن كتير، حرقت حوالي 3 مليار و500 مليون كيلو جرام من القهوة، رموه وحرقوه في المحيط عشان سعر البن ما ينزلش. الأزمة تزيد والكساد بيزيد، العمال طبعا اللي شغالين في المصانع قعدوا في بيوتهم، والمصانع ما بتصنعش فسرحتهم، وبالتالي مفيش أجور، وبالتالي مش هيشتروا السلع. البطالة في العمالة زادت، البطالة وقتها في أمريكا وصلت لحوالي 15 مليون عاطل سنة 1932، 15 مليون قعدوا من الشغل، وفي انجلترا 6 مليون قعدوا من الشغل، وفي ألمانيا 7 مليون قعدوا من الشغل، وفي فرنسا 300 ألف قعدوا من الشغل، كل دول قعدوا في بيوتهم. طبعا زي ما احنا شايفين ان اللي حصل في أمريكا أثر على العالم كله. طب ليه؟ لثلاث أسباب. أول سبب ان امريكا كانت بتستثمر في اوروبا، فطبعا لما وقفت الاستثمارات دي الدنيا في اوروبا وقعت. تاني سبب ان امريكا كانت بتقدم مساعدات للدول النامية، فطبعا لما امريكا اتأثرت اقتصاديا بقى اقتصادها واقع، ما بقتش بتقدم مساعدات للدول النامية، فالدول النامية اتأثرت. تالت سبب ان امريكا كانت مسلفة دول اوروبا وواخد عليها سندات اذنية كأنها ايصالات امانة، فطلبت اوروبا بالسداد، امريكا بتطالب، اوروبا ما عندهاش تسدد، فالديون زادت والكساد زاد. في ظل الظروف دي
تولى رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية فرانكلين روزفلت. الدنيا واقعة، الاقتصاد واقع، البطالة، وإيه لسه طلع من الحرب العالمية الأولى، وإيه ده هيدخل بعد شوية كمان الحرب العالمية الثانية، ورجل قاعد في الرئاسة على كرسي متحرك، هيعمل إيه؟ هيقدر يتجاوب ويغير البلد؟ يقف فرانكلين روزفلت ويقول مقولته الشهيرة قبل أي شيء: الشيء الوحيد الذي يجب أن نخاف منه هو الخوف ذاته. ويبدأ يطلع خبرته اللي قضاها 3 سنين وهو طريح الفراش، فاكرين حضراتكم في الحلقة اللي فاتت لما أصيب بالشلل، لما قعد يدرس ظروف البلد ويكتب مقالات، بدأت خبرته اللي قضاها في 3 سنين جوه حجرته بيدرس ظروف البلد بدأ يحاول يطلعها على الورق. طب هل هتقدر يا روزفلت تنهض بالاقتصاد وانت لسه بتحاول تنهض بالاقتصاد بتقوم الحرب العالمية التانية؟ هتركز هنا ولا هنا؟ هتقدر تغير حاجة؟ هتقدر تعمل حاجة؟ اكيد هتقدر، وإلا اسمك ما كانش اتحفر في شخصيات هزة التاريخ. لو عايزين حضراتكم تعرفوا هيقدر ولا مش هيقدر، انتظرونا الأسبوع القادم لنستكمل الكلام عن فرانكلين روزفلت في برنامجكم شخصيات هزة التاريخ.